في الفقرة الحوارية الأخيرة مع مجموعة من المقاتلين من أبناء النادي الأهلي اللي بصراحة ما بيعرفوش حاجة غير المكسب والتتويج بالبطولات، إنجازات نجاحات مهمة جدا، ولكن يمكن حقهم شوية مش مهدر بس مش واخدينه بسبب كرة القدم يا جماعة. وأنا مالي تقول إحنا النهاردة معانا فريق كرة الطايرة رجال في النادي الأهلي، واللي دايما الحقيقة مشرف النادي الأهلي، مشرف الاسم الكبير ده، وأكيد مشرف مصر. طول ما هم موجودين أفتكر إن إحنا مطمنين على كرة الطايرة إنها تكون موجودة دايما في منصات التتويج. النهاردة معانا اتنين من أبرز نجوم كرة الطايرة في الأهلي، بس كمان مش بس على مستوى مصر، ده على مستوى كمان القارة الأفريقية. معانا كابتن عبد اللطيف عثمان من كباتن الفريق، برحب بيك يا كابتن وشرفنا. معانا من الناشئين الواعدين كابتن عبد الرحمن الحسيني اللي ليه مستقبل واعد ان شاء الله. قول يا رب منورنا. لا انتوا واخدين حقكم زياده، اوعى تسمع الجمهوره. لا ازاي بقى. لا طبعا انتوا طبعا منورنا اولا في البيت الكبير، وانا بشكركم على وجودكم هنا، والناس فرحانه بيكم جدا، لان اعتقد كان موسم طويل، موسم صعب، محققين انجاز ثلاثيه. ودايما انا بشوف كابتن ان بيبقى فيه دايما صعوبات، وفي بتقابلكم مشاكل كتيره جدا، ويعني هنتكلم في كل ده، بس كل ده بيروح مع لحظه وفرحه طبعا الفوز بالبطوله. بالضبط. خلينا نروح تقرير ونرجع نكمل مع ابطالنا، ابطال الكره الطائره وابطال مصر وابطال افريقيا. متحديا كل الصعاب ومؤكدا على أنه البطل الأول، حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني محمد مصلحي الثلاثية في الموسم الحالي، بعدما فاز على طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الرياضة في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي كانت سببا في تأجيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي يحمل الأهلي لقبها. رحلة تألق أكثر من رائعة لأبطال الطائرة، حيث كانت البداية بالبطولة العربية التي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري، وفاز فيها على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد، محققا اللقب العربي للمرة السابعة في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب المسجل باسم الصفاقسي التونسي. وبعدها نجح الفريق الأول في التتويج ببطولة الدوري الممتاز وبحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة. وبعد ذلك قرر الفريق الأول للكرة الطائرة غلق صفحة الاحتفال بالدوري، ثم استكمل الفريق مشواره في بطولة كأس مصر، حيث لاقى فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر ليفوز باللقب واللقاء للموسم الثالث على التوالي والمرة 21 في تاريخه. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بالكباتن اللي مشرفنا، كباتن كرة الطايرة رجال كابتن عبد اللطيف. مبروك الفوز مرة تانية وتالتة. النجاح ده النهاردة علشان يستمر للسنة التالتة على التوالي بالرغم من الصعوبات، بس في مقابله إنجاز زي ده، فده أكيد مش سهل، وأكيد بيمثل لك يعني فرحة من نوع خاص. كلمني عنها. والله أقول لحضرتك حاجة، إن أنت يعني إحنا السنة دي يمكن بنحتفل بالبطولة التاسعة على التوالي. يعني احنا 3 سنين ورا بعض، التاسع على التوالي. احنا التسع بطولات الاخرين اللي شاركنا فيهم كسبناهم ان شاء الله. الموضوع طبعا بيبقى صعب جدا 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 ان انت تحافظي دايما. صح. يعني اصعب ان احنا نكسب، لا ان احنا دايما بنحافظ دايما تحت ضغط. يعني مثلا انا وصلاح وعبد الله ممكن اقول لك تاني يوم ما خلصنا ماتش الكاس احنا بنتكلم مع بعض عشان نشوف السنه الجديده. انتوا كباتن الفرقه دول. يعني بنتكلم الدنيا رايحه لفين، محتاجين ايه، محتاجين نتكلم مع اللعيبه، محتاجين دايما. الموضوع هي بطوله وخلصت. يعني فعلا بطوله وخلصت واتقفلت، ما بنلحقش ان احنا خصوصا الموسم زي ده ما عندناش مساحه وقت بين الموسمين، قريبين من بعض، فلازم ما نديش مساحه للوقت. انت بتخلص عايز تستعد للي بعده. عندنا عايزين نعرف البلان بتاعتنا الفتره الجايه ايه، عندنا كام بطوله، الموسم قرب جدا ازاي، ان احنا فتره اجازه تقريبا 13 او 12 يوم
ان احنا في نفس الوقت نفضل شغالين لوحدنا يعني زي انديفيدوال عشان نرجع ما نرجعش من الصفر. صحيح. فطبعا الموضوع محتاج محتاج مجهود ومحتاج محتاج كمان تجدد الطموح بالبطوله ده، وده موجود وده بلاقيه برضو صعوبه كابتن، لان فرق عدد البطولات بينك وبين اللي قبليك، يعني انت تقريبا احنا واخدين 21 بطوله كاس. انا واخد 10 منهم. انت واخد 10 منهم ما شاء الله يعني. صلاح واخد تقريبا 14 وعبد الله 12 بس عن اقرب منافسيك خمسه بس، يعني الاقرب منافسيك خمسه. ده اللي بتكلم عليه دايما، انك ما شاء الله انك دايما بتكسب ودايما عندك طموح. انت اكيد يعني انت راجل رياضي وعارف بيبقى فيه نوع من انواع التشبع شويه، او السنه دي ده ما احنا واخدين يعني الكلام دوت بيبقى دايما، وبتكلم مع نفس الكلام بتوع كره السله، انك تفضل على القمه ده الاصعب. الوصول للقمه ممكن يكون ممكن سهل، لكن انك تفضل على القمه بهذا القدر. وانت بتقول لي انت صححت لي رقم دلوقتي، انا كنت بقول لك على مستوى العالم اعتقد في يعني ريكورد اتحقق انه محققين 102 مباراه فوز على التوالي. ده يعني رقم 100 جينيس ريكورد كان 76 او 86. ضربت رقم. ضربنا رقم 102. فما شاء الله اشتغلت، يعني عملت ده ازاي؟ يعني اشتغلت على الكلام ده ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، يمكن الموضوع بيجي من تراكم خبرات. يعني ممكن انت حضرتك عارف ان ممكن الهزيمه تديك خبره اكتر من الفوز في اوقات كتير. طبعا انا افتكر كلمه، يمكن لو ماتش الاعتزال بتاع كابتن ميدو مصطفى دايما كان دايما بيقول لنا كلمه، وكان ماتش الاعتزال بتاعه كان هو اول سنه يبطل فيها، قال لنا يا شباب عايز اقول لكم حاجه، اللي بيضيع ما بيرجعش. فعلا اللي بيضيع ما بيرجعش. وبيتكلم على بطوله او كاس او لقب بالظبط. فدي بقت زي ما اقول لك كل لعيب بيسلمها للي بعده الجمله يعني، دي او طريقه التفكير عموما. احنا كسبنا بس احنا عندنا بطوله. لو خسرناها مش هترجع. فانت لازم تكسب عشان يتحط في تاريخك، فدايما تجدد، تحاول تشوف طريقه تجدد بيها طموحك. في جيل بيسلم، يعني احنا اتعلمنا مثلا لما جيت كان كابتن ميدو كان لسه اول سنه ليه تدريب، حمد الصافي، كابتن وائل العادي، كباتن كبار اتعلمنا منهم. يعني مثلا ما انساش موقف لكابتن حمد الصافي ده، كنا عندنا منتخب في 2006. هو كان جاي من الشغل بتاعه ونايم في المصليه اللي موجوده في المركز الاولمبي عشان مستني التمرين. كابتن حمدي الصافي اللي هو كان ممكن يقول ايه انا مش فاضي دلوقتي او لما الدنيا تبقى مفتوحه هاجي، عمل ايه؟ كان نايم في المصليه مستني التمرين عشان جاي من شغل، كان عنده شغل الصبح او حاجه وجاي نايم حبيبي. فده موقف يعلمك ان الراجل في قدر كابتن حمدي الصافي بالانجازات اللي هو عملها. بس كنا بنتكلم حتى مع بنات الطايره لاعباتنا الكبار قد ايه علاقتهم بيه قد ايه قويه، وهو ده يمكن اللي بيحقق جزء من تحقيق الفوز طبعا. ان انت يكون عندك كابتن فريق او مدير فني بالمواصفات بالزبط. مواصفات كابتن حمدي الصافي صحيح. ده كمان فرصه ان كمان معانا واحد من الاجيال الجديده انه بيطلع شايف ده بالظبط بعينيه، ودي مدرسه النادي الاهلي. فعبد الرحمن طبعا طالع، انت بتقول لي بقاله سنتين، هو لغايه دلوقتي تحت السن بس بقاله سنتين مع الفرقه بالدار. فانت عبد الرحمن كمان انقل لي الشكل. اولا مبروك لان البطوله تحسب لك، وانت كمان جزء انك بتحمس كمان زمايلك اللي تحت ان هم يشتغلوا عشان يكونوا متواجدين وياخدوا بطوله. قول لي الكباتن الكبار دول اللي اتعلمت منهم ايه اول ما طلعت؟ والله انا طبعا اول ما طلعت كان بالنسبه لي حلم وحققته، يعني ان انا العب مع كباتن يعني كباتن مصر وافريقيا والعالم، كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله وكابتن عبد اللطيف وكابتن منعم، ناس كتيره قوي كان نفسي العب معاهم وانا صغير. كنت بتفرج لسه بمسك كره الفولي وباخد خطوات في الارض، كنت بتفرج عليهم وهم بيلعبوا، فكان حلم ان انا العب جنبهم طبعا. فطبعا بتعلم. قعدت تحلم قد ايه بقى؟ لا كتير قوي يعني كتير. محمد اخوه كان معانا في الفرقه، فهو كان بيجي معاه وهو صغير يلعب. محمد كان معاكم في الفرقه؟ كنت باجي معاه افضل اتفرج عليهم في التمرين، اقعد العب جنب الملعب كده صغير. فطبعا لما يعني بتعلم منهم كل يوم حاجه جديده وبتعلم ثقافه المكسب. بس يقولوا ان انت عديت محمد اخوك ما شاء الله مهاريا يعني. يا رب والله محمد يزعل كده وبعدين تروح البيت. عبد اللطيف يقول لنا لا هو محمد يعني من اللعيبه اللي حققت معانا بطولات كتيره، وكان لعيب ما شاء الله عليه يعني. او عبد الرحمن ان شاء الله يعني ممكن اقول لك ان هو عشان طلع معانا صغير او بتاع، فان شاء الله هو من النوع كمان اللي يقدر يقود فرقه. يعني هو
واخد رابع عالم في بطوله عالم منتخب الشباب. الشباب فان شاء الله دي حاجات كلها هتزوده شخصيا. شخصيه النادي الاهلي موجوده، الشخصيه الدوليه كمان بتفرق. انت بالظبط طبعا انت عارف حتى لما بتلعب باسم منتخب مصر وانت في سن صغير دي بتحملك مسؤوليه وبتبقى رد فعلها في الملعب كبير. لكن على الجزء المهاري يعني بيتكلم ان انت ما شاء الله مهاريا كويس قوي بس لصالح الفرق اهو. الكابتن قاعد جنبك فلا طبعا يعني. ونتمنى ان شاء الله باذن الله كمان كابتن ناخد كمان ولاد من تحت ويتعلموا من الكباتن الكبار دول، يبقى التواصل ده متواجد بصفه مستمره. جدا يعني مهم جدا جدا يعني. احنا كفرقه احنا بص اقول لحضرتك حاجه، احنا ما بنتعاملش كجهاز ولاعيبه، احنا فريق الكره الطايره بشكل كامل. ما يعني انت لو شفنا طريقه تعاملنا احنا مع بعض كالجهاز واللعيبه مش هتحس ان هم ان في حاجز ما بيننا، بالعكس خالص. وقت ممكن نهرج مع بعض تحس ان اصحاب قاعدين مع بعض. وقت الشغل كل واحد عارف شغله فين، وكل واحد عارف مسؤوليته فين، اللعيب اللي عليه مسؤوليه، المجهز عليه مسؤوليه، تلاقي الجهاز نفسه بيعمل اجتماعات او اجزاء يعني. ممكن مدرب العام كابتن تايجر كابتن محمود جمعه يقعد مع اللعيبه، في كابتن خالد ابو زينه برضه. ادوار كل واحد بيبقى ليه دور وعارف احنا رايحين لفين ومطلوب مننا ايه. ده وقت وده وقت. مباريات قويه وملحميه، وفي يمكن ماتشات انت ممكن تشوفها وتشوف مدى صعوبتها قبل حتى ما تلعبها. صحيح. كانت ايه اصعب المباريات او الماتشات اللي انت قريت ان هي ماتشات صعبه قبل ما تنزل في المواجهه؟ خصوصا نهائي البطوله العربيه. البطوله العربيه نهائي البطوله العربيه لان احنا كسبناها 3-0. كسبناها 3-0. ما هو ده دي طريقه التفكير المختلفه شويه. احنا ماتش الدور الاولاني في الدوري كان قبل البطوله العربيه بثلاث اسابيع. مظبوط. ده خسرناه 3-1 بس كان ليه اسباب كتيره جدا سبب الخساره. صحيح. احنا كان عندنا تقريبا 10 لعيبه راجع من المنتخب. ما كناش كملنا اسبوعين بنتمرن مع بعض، كان في اجهاد عالي جدا لان المنتخب كان راجعين اكتر من 6 بطولات. اجهاد عالي جدا. جدا. والخساره بتدي نفسيا شويه راجعين. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان في عارف اللي هو الخساره كتير بتكسر حته شويه. بالظبط. فنفسيا ده كان مجهود كبير جدا على الفرقه ان هي تخرج من ده. من الجهاز الفني مجهود عمله كبير جدا مع الناس. مع اللعيبه بتتكلم مع بعض ان احنا لازم نخرج من المشكله دي. جه حصل ان احنا خسرنا ماتش الدوري ده، فما كانش في وقت طويل ان احنا سافرنا معسكر في السعوديه تقريبا 8 ايام او 9 ايام وراجعين على البطوله العربيه. فده انا جالي اصابه، كان عندنا ماتش دوري ما بين المعسكر والبطوله العربيه، جالي مشد في السمان. بس كنت موجود في المعسكر كل يوم يعني. موجود بتتعالج يعني؟ نعم. بتتعالج في المعسكر ولا متواجد؟ لا، ماتش سبورتنج اتعورت فيه؟ ماتش سبورتنج قبل البطوله العربيه. قبل البطوله العربيه. بس كنت كل يوم في الفندق. حتى كابتن ميدو قال لي خليك معسكر معانا، قلت له لا مش مشكله بس انت هتلاقيني معاك كل يوم. كل يوم كنت مع الفرقه. ليه كنت بتعمل كده يعني؟ كابتن ما كنتش يعني. ما كنتش مطالب برضو في الوقت ده انك تعمل بس كده. بس انت في وقت بتحس ان انت محتاجه اللعيبه تتكلمي مع حد لو حاسه ان، لان بعد خساره برضو انت لسه عايزه ترجع الثقه. عايز تلم. فلازم نساعد بعض ان احنا نعدي المرحله دي. اتفضل. وكنت مثلا في الماتش هتلاقيني واقف في مربع مع اللعيبه اكني متسجل في البطوله. انا كنت بره البطوله. ده دور الكباتن برضه. عبد الرحمن اكيد مش بس بتتعلم على المستوى الفني او اللعب، بتتعلم حتى من روح المسؤوليه اللي بيتكلم الروح اللي بيتكلم بيها دلوقتي كابتن عبد اللطيف. صح طبعا. هي دي حاجه لازم نتعلمها من وانا صغير عشان بعد كده لما ابقى في مكانه لازم افيد بيها الاجيال اللي طالعه. وطبعا يعني دي النادي الاهلي معلمنا واحنا صغيرين فعلا المسؤوليه هي اهم حاجه يعني في الفرقه. بس المواقف هي اللي بتعلمك، مش بس ان انا اتعلم المسؤوليه. لا عشان انا دلوقتي بقيت مسؤول بقيت في الفريق الاول. اكيد انت المواقف دي كمان لما اكيد في ذاكرتك مش هتطلع منك، انت بتتعلم منها. بالظبط. انا المواقف دي بتيجي من الخبرات يعني. وان شاء الله لما اتحط في مواقف اكتر وخبرات اكتر اعرفها. لا وعايز اقول لك خلي بالك انت لسه بدات المشوار، الناس دي تعبت جدا جدا عشان توصل للحته دي. فدايما خليك اولا لازم تكون، انا بكلمك يعني حاجات بنقولها للاعيبه الكره اللي لسه طالعه، وجودك في مكان دوت كتير من الناس تتمناه وانت بتشوف الكلام ده زمايلك فيه. فانت تحافظ على الجزئيه دي وانت بتبص للكباتن زي الكابتن عبد اللطيف ان هو بيوصل للمكانه دي،
اساله بينك وبين نفسك كده تعب قد ايه واجتهد قد ايه وتعور قد ايه، فالمشوار طويل ان شاء الله. نتمنى انك يعني تمشي في هذا مع الكباتن بتكلم والله معاهم بس يعني ساعات ساعات لا لا انت خلي بالك اصل اللي بيعمل تاريخ دوت مفيش حد عمل تاريخ غير ما يكون ضحى بالظبط مستحيل يعني انت بتتكلم لعيب كوره بقى لعيب سله لعيب طايره اللي بتلاقي الاساطير اللي اسمائها موجوده في النادي الاهلي وفي منتخب مصر الكلام ده ما وصلش بالسهل. انت كلاعب صغير ولسه طالع ان شاء الله تلتزم كويس قوي وتعرف انك موجود في حته كويسه قوي كيان النادي الاهلي وتعرف ان المشوار طويل والكباتن كمان انت عندك فرصه ان هم موجودين في الملعب يعني بيسندوك في الملعب ومعاك اساطير في الفرقه يعني معاك فعلا اسماء كبيره جدا جدا. اتمنى احمد صلاح وعبد الله دول يا جماعه في الالعاب الجماعيه انا وجهه نظري يعني في الالعاب الجماعيه في مصر هم في حته ثانيه احمد صلاح وعبد الله هم في حته كباتن الفرقه طبعا نتائج واداء واحتراف منتخب هم يعني اقول لك حاجه هم طلعوا مثلا اول ما طلعوا اول بطوله افريقيا في 2005 كان تونس كسبانه امم افريقيا 8 مرات واحنا مرتين دلوقتي تونس كسبانه 9 واحنا 8 احنا وصلنا ل 8 ست بطولات متتاليه انا كنت في ثلاثه منهم ان شاء الله. فهم بصراحه يعني كتصرفات كالتزام بس كانوا بيهاجموا يا كابتن عبد اللطيف يعني كان هم بس تونس بقى 10 تقريبا دلوقتي مش 9 هو يعني اخر بطوله كده اخر بطوله كمان بقى 10 احمد وكابتن عبد الله تحديدا احمد صلاح وكابتن عبد الله كانوا بيهاجموا تحديدا من قبل البعض وكان بيتقال يعني عليهم يعني خلاص كبروا عجزوا بس هم الحقيقه برضو كانوا بيردوا في الملعب لاخر وقت بالظبط يعني هم مش عقليه ان احنا يعني مش هتلاقي حد فينا عموما في الكره الفولي اي تعامل مع السوشيال ميديا بشكل مباشر كانوا بيقولوا لك ايه في الكواليس يعني كانوا بيردوا على الكلام ده بينك وبينهم ازاي ولا الكلام ده اكنه موجود اصلا احنا في تارجت بعد المكسب عارفين كويس قوي الكلام بيتغير تماما يعني انت دايما في الكره الطايره بالذات ممكن نقطه في ماتش تفرق تخليك في السماء ونفس النقطه ما تكسبهاش الناس تنسى لك انا افتكر مثلا موقف لمدرب ايطالي كنا في المنتخب في بطوله عالم للجامعات خسرنا ماتش قبل النهائي كنا كسبانين البرازيل 2-0 والشوط الثالث 24-22 وخسرنا خلاص نقطه يعني والشوط الرابع 23-18 وخسرنا الماتش 3-2 كنا راجعين الفرقه نفسيا في حاله مش يعني مش طبيعيه كله بقى كان كل واحد فينا بيقول ايه خلاص بقى اي حد يلعب بكره اي مش عارف ايه ماتش ثالث ورابع الدنيا فكت هو عمل اجتماع ما اتكلمش في اي فنيات خالص قال يا جماعه احنا انا مبسوط جدا باللي انتوا عملتوه وانتوا بالنسبه لي كده خلاص انتوا اديتوا اقصى حاجه انا طالبها منكم في المرحله دي الموضوع بالنسبه لي انتهى بس هي في نقطه انتوا جيتوا هنا عندكم ماتش لو بعد 20 سنه هيسالوا مين خد في البطوله دي اول ثلاث مراكز هتتقالوا معاهم او مش هتتقالوا خالص في التاريخ بس انتوا براحتكم انا كمدير فني مرتاح صح نزلنا الماتش ثالث ورابع باللعب تشيك اللي هو من كام ساعه كانت الفرقه نفسيا مش موجوده كسبنا الماتش في ساعه الا ربع ما هي الفكره انا كابتن انك رايح اصل انت رابع كانك ما رحتش بالظبط زي يعني الاخير انت بقى خلاص انت الثالث يبقى ميداليا يبقى اتكتبت في التاريخ هي إن في النقطه في التعامل النفسي اللي حول اللعيبه برافو عليك من قمه الاحباط لقمه الدفع القوي جدا ان هم يكسبوا وده اعتقد كابتن محمد كان بيشتغل كابتن محمد مصطفى طبعا بيشتغل عليها بشكل جداً كويس جدا وكان معانا هنا في البيت الكبير وكنا بنتكلم ان ما يهمناش ان احنا نخسر ماتش كابتن هيثم سعيد النهارده وكان وكابتن هيثم بيقول ده مورينيو جوزيه العرب يعني محمد مصطفى عنده تقريبا ممكن يوصل ل 60 70 بطوله خبرات كبيره جدا ومدرب فكان كنا بنتكلم اللي هو مش مشكلة ان انا اخسر مباراة في مشوار عشان تساعدني اكسب البطولة عشان اكسب بطولة وده اللي حصل مع يعني مع نادي الزمالك يعني بالظبط بعد ماتش الزمالك والقصة ديت عارفين ماتش الزمالك ايا كان طايرة سلة باسكت كورة يعني كل دربي. الكلام ده ديربي يعني انت قلت المدرب الايطالي قال جملة واحدة غيرت اداء الفرقة 180 درجة تمام. ايه اللي عمله الكابتن مصلحي بعد مباراة الزمالك اول تمرينة قال يا جماعة اللي حصل في الماتش كله مسؤوليتي محدش ليه دعوه منكم ليه دعوه خالص احنا خسرنا بس احنا في استفادات تانية استفدناها عايزين نشتغل بالنقط اللي احنا هنركز عليها الفتره الجايه عشان احنا عندنا بطوله هو ما بصش لماتش هيتقال كسب ولا خسر ان هو كسب البطوله
صحيح. وبس ان هو لازم يكسب البطوله ونختم الموسم ختم كويس. فهو اول حاجه هو اتحمل مسؤوليه كمان النادي الاهلي. لان هو قال لك انا يعني هو طبعا العناصر الاساسيه اغلبيتها ما لعبتش، فهو اتحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا جدا يعني. هنعرف فترة التوقف كمان أثرت على عبد الرحمن إزاي، لأن أكيد كان لها تأثير على حالتك البدنية والنفسية والفنية في الملعب. إزاي استعديت لده ورجعت تاني للملعب إزاي وبالقوة دي إلى أن تم التتويج بالبطولة؟ بس ننزل كمان نعرف برضو رأي باقي اللعيبة وفرحتهم إزاي، الفرحة دي تعلقوا عليها في البيت الكبير دلوقتي. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لجمهور لمجلس الاداره، مبروك كابتن محمود الخطيب. ده اللي عايز اقوله، وعايز اقول للجمهور ان هم في الماتش اللي فات اللي هو كان تحصيل حاصل بيننا وبين الزمالك، الجمهور كان قلق او قال لك ان الموضوع صعب، لكن عايز اقول لهم يا جماعه لازم تخلوا بالكم، احنا 4 شهور كنا قاعدين في بيوتنا، فلازم المجهود يتقسم على الفرقه كلها. فالحمد لله وده هو الحمد لله، النهارده ربنا كرمنا النهارده الحمد لله رب العالمين بالمباراه. لسه ما خلصناش، لسه عندنا مباراه ثانيه في الفاينل. الحمد لله رب العالمين على المكسب، وان شاء الله نرجع نادي الاهلي باذن الله بالكاس باذن الله. الحمد لله على المكسب النهارده. طبعا بشكر فريق الكره الطايره، طبعا كنا رجاله في الماتش بتاع النهارده، لان الكلام كان كتير في ماتشات الدوري، كنا حاسمنا الدوري خلاص ولازم نريح اللعيبه. والحمد لله يعني بشكر، طبعا بقول مبروك للنادي الاهلي، بقول له مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، وان شاء الله بنوعدهم زي ما وعدتهم قبل كده، ان شاء الله بوعدهم بالثلاثيه وكاس مصر ان شاء الله في النادي الاهلي. والله الحمد لله دايما الفريق واللعيبه بيبقوا عند حسن ظن الجمهور والكبير قوي اللي مستني منهم، او ان هم دايما بيبقوا حاطين امل عليهم، والحمد لله الاولاد ما بيخذلهمش. والف الف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره. مش ساكن تيم ولا حاجه، الحمد لله الفرقه كامله الحمد لله. انا خدت اللي انا عايزه من الماتش اللي فات، وذاكرناهم كويس جدا الماتش اللي دوت، والحمد لله الرد كان في الملعب. فرقه الزمالك على فكره فرقه محترمه جدا وجهاز فني عالي جدا، احترمناه جدا في الماتش دوت، وقدرنا الحمد لله ان احنا نحسمه 3-0 يعني، خصوصا الجيم الاول والثاني اللي كانوا مركزين قوي فيه الحمد لله. برحب بجميع النادي الاهلي وبقول لهم الف مبروك، ببارك للجهاز الفني المحترم اللي شال مسؤوليه كتيره من بعد ما رجعنا موضوع الكورونا، ببارك للعيبه الرجاله رجاله فعلا. زي ما قلت لحضرتك برضك، بعد الماتش الاخير اللي احنا خسرناه ماتش الزمالك في نهايه الدوري، خلاص كنا حسمنا الامور، كان الجهاز الفني برضك يعني جرب ناس كتيره، وفي ناس لعيبه برضك كبار كانوا بيلعبوا، الناس ما قصرتش، الناس ادت ما عليها، كان في توفيق الملعب الثاني، خلاص الناس خلاص قالت بقى الامور، ماتش الكاس الزمالك اللي هيكسب الموضوع بقى خلاص ايكوال، الند بالند الحمد لله رب العالمين، باناء ونتيجه وسكور عالي الحمد لله رب العالمين. بنرد على كل الناس المنتقدين لفرقتنا، احنا فرقه الحمد لله رب العالمين، فرقه كبيره معنا جهاز فني محترم، فرقه بطوله الحمد لله رب العالمين، مش بنكسب بطوله بنخسر بطوله الحمد لله رب العالمين. هدفنا الاول اللي احنا بنخش على اي بطوله الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمنا بالاول، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ببارك لجميع النادي الاهلي، ببارك للعيبه المحترمين والجهاز الفني. نشكر قناه النادي الاهلي اللي هي مشرفانا في كل مباراه لينا، يعني بنشكرها شكر خاص يعني. بالنسبه للمباراه النهارده كانت رد اعتبار عن المباراه الاسبوع الماضي اللي تمت في نهائي الدوري. طبعا مدرب والجهاز كانوا واخدين قرارهم ان هم هيحافظوا على اللعيبه الاساسيين. ممكن جدا كنا نفوز الماتش اللي فات، ولكن مباراه كاس يعني بطوله، يعني بطوله تخش النادي الاهلي، واحنا وعدنا ان شاء الله ان احنا نحقق الثلاثيه. واعتقد النهارده كان رد كافي جدا، تمام، ان فرقه النادي الاهلي موجوده برجالتها بافرادها بكل النجوم بتاعتها. بنقول هارد لك لنادي الزمالك، مبروك للرجاله اللي تعبت قوي 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 من يوم الاثنين اللي فات لغايه اليوم الاثنين ده، على اساس ان هي ترد اعتبار الماتش اللي فات، لان هم حسوا ان الماتش اللي فات هو فعلا احنا اتهزمنا، لكن كان عندهم اصرار جامد جدا ان هم يفوزوا علشان تكون رده اعتبار، لان انت عارف الميديا
اتكلمت كتير في الموضوع ده، لكن احنا بنقول ان شاء الله، بنوعد مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب الأسطورة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، ان احنا نحقق الثلاثية ان شاء الله. رجعنا مع حضراتكم وأبطال الثلاثية، وان شاء الله اللي جاي كمان يكون افضل. عبد الرحمن، كنا بنتكلم على انك من طالع من قطاع الناشئين وبتتعلم على المستوى الفني وعلى المستوى كمان المعنوي من كباتن كبار، بس عايز اسالك مثلك الاعلى في الفولي بول كان مين على المستوى المحلي؟ بيبص لك وبيضحك. هو عارف احنا في مركز مختلف تماما. لا انا عارف. وعلى المستوى العالمي انت بتحب تبقى زي مين؟ طبعا اول واحد شفته بيلعب فولي كان اخويا، هو اللي حببني في محمد طبعا، هو اللي خلاني العب فولي اصلا. ما لعبتش كرة؟ يعني معلش انا السؤال قطع بعضه، ما فكرتش في الكرة قبل ما تلعب؟ فكرت كتير طبعا، فكرت في كل حاجة، بس هو انا اتولدت لقيت اخويا واختي بيلعبوا فولي، فكنت بروح معهم التمرين والماتشات، فلقيت لعبة العيلة، فصراحة دخلت من غير ما افكر يعني. بس هو يعني هو المثل الاعلى صراحة، وكان كل ما قابل الكابتن او اي حاجة كان بيتكلم عليه كويس جدا، يقعد يقول لي اتعلم منه وتعلم ازاي بيلعب وازاي، فطبعا يعني هو ده اول مثل الاعلى ليا في حياتي يعني. المستوى الدولي لسه ما شفتش حد يعني لا المستوى الدولي فيه ناس كتير قوي الصراحه يعني، يعني المستوى الدولي يخليك تتعلم من كل الناس بره يعني. مش هو مركزك ايه بس برضه عشان مركز اربعات مكان حمدي الصافي؟ ايوه بالظبط. طب ومش مثلك الاعلى كابتن حمدي؟ هو طبعا كابتن حمدي الصافي مش شفتوش هو بيلعب، شفت فيديوهات ما شفتوش يعني ما حضرتوش مباشر قوي يعني، بس اكيد بتتابعه يعني اكيد. ما طبعا يعني شفت فيديوهات كتير يعني. وشفت والناس طبعا كتير، كل يعني كل ما حد يتكلم يعني اسطوره في مركز اربعه يعني. كنت بتعمل ايه ما شاء الله ثلاثيه الموسم ده؟ كنت بتعمل فتره الكورونا قضيتها ازاي؟ وبعدين استعديت بقى للفتره ديت ازاي وانت عندك الماتشات المهمه دي او البطوله؟ احنا مع فتره الكورونا كنا شغالين مع الجهاز الفني، كان على طول مراقب اوزاننا واكلنا والمواضيع دي، وكان برضو في شويه تمارين بنعملها في البيت. تمام. لحد ما الموضوع يقرب اونلاين كده، وكنا نبعت الفيديوهات على الجروب نشوف الناس بتتمرن وبتاع مع بعضينا يعني. كان في ضحك طبعا. ما طبعا دي كانت فتره كلها ضحك في بقى ايه كوميديا بالظبط يعني. وبعدين بعد ما الحظر فك شويه كنا بنتمرن في الجنينه. في الجنينه بنتمرن في الجنينه مع بعض. ده حقيقه برضه كانت الساعه صح، لان كانت الكورونا بتفرض عليك امور معينه، وكان في حظر كنت بتتمرن برضه بعد الساعات قليل قوي على الطبيعي. يعني كانت ساعه بالظبط، وفي الجنينه في يعني في المقطم بالظبط كمان حتى مش تبع الفرقه كلها بتتمرن كلها جمعنا في الجنينه. تصور كده كابتن يعني لو بنقول بنتمرن كوره يا ماشي بنلعب خماسي بتاع، لكن اثناء الكورونا وانتوا في جنينه بتجيبوا بقى بتجيبوا شبابكم معاكم؟ لا احنا الفتره الاولانيه دي ما كانش فيه فولي اصلا. ما فيش فولي انت يعني عشان ترجع الفتنس تاني، فكان الموضوع كان كله جري وفتنس جري وتمارين يعني كارديو وكده، مش حديد وجيم وجامب والحاجات اللي هي يعني حاجات برضو البدايه كانت، لان اربع شهور كانت كتير قوي طبعا، كتير جدا كتير جدا يعني، فالموضوع كان محتاج يعني شغل كتير بدنيا وذهنيا، عشان انت ترجع لفورمتك الفنيه بسرعه لازم انت تكون داخل التمرين ذهنيا مركز بشكل اكبر عشان ترجع، فده كان مجهود كبير جدا بصراحه، مش سهل، والجهاز الفني عمل فيه مجهود كبير يعني. اكيد اكيد عشان توصلوا كمان للفورمه ديت اعتقد خدت مجهود منكم انتوا كمان كلاعيبه، انا حاسس مجهود كبير وخدت توزيع ادوار كبير جدا، ناس كلها شاركت الفتره الاخيره، فده كان مش سهل يعني. الحمد لله خرجنا الحمد لله من غير اصابات يعني. ممكن عبد الرحمن الحسيني هو اللي كان عنده بس مشكله، عبد الرحمن السعودي اسف، انما الحمد لله اغلب الفرقه كانت واقفه على رجليها، ومعنا جهاز طبي بمستوى عالي الدكتور سامح ظلام ودكتور ايهاب، فالحمد لله كل الناس كانت شغاله يعني. ابتديتوا تحضروا لاستعدادات الموسم اللي جاي؟ احنا دلوقتي في فترة اجازة، فترة الراحة اسبوع برضو؟ لا احنا 12 يوم. اشمعنى يعني طايرة السيدات اسبوع وانتوا 12 يوم؟ لا والله بجد اشمعنى يعني؟ لا على حسب، هي مختلفة طبعا، كل يعني
كل جهاز فني بيبقى ليه يعني خطته. 12 يوم برضو قريبة يعني، بس خلاص قرب تخلص. بس يعني انا مثلا كنت في الجيم امبارح، هتلاقي اغلب اللعيبة بدأت تتمرن. خلي بالك 10 12 يوم ما بتنزلش، اول لياقتك البدنية بتنزل لك 60-70%، فيبقى عندك فرصة ترجع مش كبيرة ترجع. وفي احنا شغالين يعني، في لعيبة كتير مننا دلوقتي بتروح الجيم يعني مش قاعدين نروح سلبيه. بس الاستعدادات بقى اللي هو الرسمي بقى الاوفيشال ده لسه ان شاء الله يوم 7. احنا مش عارفين اصلا احنا هنلعب امتى. انما احنا هنبدا ان شاء الله يوم 7. اتحاد الطايره لسه لم يعلن اي مواعيد. لا خالص. فبس احنا هنبدا تمرين ان شاء الله من يوم 7 ان شاء الله. ان شاء الله 7/10. 7/10 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. جاهز يا عبدو؟ جاهز طبعا ان شاء الله. فعلا ان شاء الله. لا على مستوى الدولي يعني بتستعد كمان انت؟ يعني انت لعبت منتخب الشباب؟ لعبت لعبت اتنين كاس عالم، رابع عالم، خدت يعني سادس عالم ورابع عالم في تونس. طب ما شاء الله. ده عنده بطولة افريقيا كمان شهر تاني. بطولة افريقيا عنده كمان شهر تقريبا. هتبدا استعدادات بقى من امتى؟ من دلوقتي انت كمان استعدادات؟ انا الصراحه برضو من اول ما ريحتش خالص يعني، من اول اسبوع برضو نازل جيم مع نفسي يعني لحد ما المنتخب يستدعينا يعني او اي حاجه رسميه. بدات استعدادات انت شخصيا يعني بنفسك؟ طموحاتكم بقى الفترة اللي جاية ايه؟ يعني احنا بنتكلم ودايما بقول طموحات دايما بتتجدد من خلال بلان معين، من خلال خطط معينة، بتتجدد من خلال بطولات. فالطموحات اللي جاية ان شاء الله الثلاثية، وبتبقى الرباعية. الرباعية افريقيا بقى في بطولة. المفروض كان يبقى فيها افريقيا بس طبعا الظروف اللي حصلت الطبيعي كان بطولة افريقيا بس شهر 3 كانت شهر 3 في النادي كانت المفروض في النادي الاهلي مصر هتستضيف. بس تقريبا مش عارفين. قال لك في 11 احتمال تتلعب له بس ما اعتقدش، ما فيش اي حاجه يعني مش عارفين. مش بوادر يعني. ما لو في 11 كان المفروض على الاقل دلوقتي بقى في شويه بقى في اي حاجه. عرفنا اي معلومه او عرفنا اي حاجه بس ما فيش، ما اعرفش بقى ايه اللي هيتم مش عارفين. بس لسه لما نشوف الموسم محدش عارف لسه بطولات العربيه بطولات الافريقيه هتتلعب ولا لا. بس احنا على الاقل طبعا ان شاء الله الدوري وكاس والبطولات هتتلعب احنا مشاركين. نفس اللي عمله كابتن محمود الخطيب لما نزل الملعب واتكلم مع لاعبات الطايره سيدات الطايره الاهلي في النادي الاهلي، عمل برضو نفس المشهد مع رجال الطايره في النادي. كلمنا عن الكلام اللي دار ما بينكم وبين كابتن محمود الخطيب، ايه الكلام اللي علق في دماغك انت كابتن على المستوى الشخصي؟ هو كابتن محمود كمان جالنا اول ماتش لعبناه بعد ما رجعنا من الكورونا تقريبا. كان في النادي الاهلي وفي النهائي. وفي النهائي اول ماتش ده هو كان بيتكلم معانا في حاجه مهمه جدا. ان احنا ازاي نحافظ على كيان الفرقه ونحافظ ان هي ما تخترقش، وان احنا واجهه للنادي الاهلي طبعا. فلازم دايما نفكر ان احنا بنمثل النادي الاهلي ونحافظ على 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 فرقتنا، ما نسمعش لاي كلام بيحصل، ما يسمع يعني نعزل في الفرقه ان هي ليها تارجت واحد تحافظ عليه. وقال انتوا عندكم بطولات، وحتى يعني كلم اثنى على بعض لعيبه عندنا بالاسم، فهو على تواصل كبير جدا بالفرقه ومع عنده معلومه كل ده بيديكوا دوافع كمان يا كابتن. يعني طبعا. اعتقد كابتن الخطيب ما اتكلمش ان هو رئيس نادي، مع احترام يعني رؤساء الانديه رئيس مش عادي، ده نجم كبير جدا في مجاله على المستوى المحلي على المستوى الافريقي. ف بيعمل بوش كويس قوي وبيعمل دعم كتير جدا، انتوا اكيد بتحسوا بدوت يعني بيعمل لكم حاله ايجابيه. يعني انا اول موقف ليا كان مع كابتن الخطيب. انا اصلا من نادي النصر. انت من نادي النصر كابتن محمود؟ يعني الموقف ده كان عندي تقريبا 10 سنين، وهو كان جاي زياره للنادي وقاعد مع حد في النادي، يعني هو كان ساعتها نائب مجلس اداره هنا او يعني، وكان جاي النادي اللي هو اصلا موجود منه. حتى انا فاكر كان ماضيلي كان انا على كم سنه ساعتها؟ كان عندي تقريبا 10 سنين. يعني الكلام ده مثلا من 27 سنه. فاكر الموقف ده ان هو اصلا موجود في النادي اللي هو طالع منه بعد ما بقى كابتن محمود الخطيب الاسطوره واعتزل وفي عضو مجلس اداره الاهلي، كان موجود في النادي اللي هو خارج منه. فطبعا هو اسطوره كبيره جدا على كل الجوانب. الموضوع مش يعني الموضوع دايما مش رياضه، يعني انت لو وصلت لاعلى مستوى في المستوى الرياضي بس ما فيش الكاريزما صح، مش هتوصل ان انت تبقى الاسطوره بالشكل اللي هو فيه ده. طبعا مؤثر طبعا جدا جدا جدا. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق بجد، مزيدا من النجاحات ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. موسم قادم ان شاء الله برضو يعني يتوج كده برضو بنجاحات كبيره. يا رب رباعيه ان شاء الله. انتوا هتفضلوا قاعدين
وهنضم لينا بقى عبد الرحمن برد. دلوقتي بقى لا انت هتاكل وتسخن دلوقتي فتسخن. هنضم لينا سيدات الطايره اللي كانوا مشرفينا في بدايه البيت الكبير وسيدات السله معانا بعد الفاصل بنحتفل بيهم على طريقتنا في البيت الكبير. اتفضلوا.